اهلا وسهلا بكم الناس الكل، غو بونجور، تحيه للناس اللي التحقت بينا في الاستماع تو سويت على زون دو كاب افي مع 91.5 95.2 ولا 105.6. تحياتي زاده للفريق اللي يكون موجود معنا، وديما نحب نثمن الفريق وديما نسلم عليهم ونعديلو تحيه كبيره. تحيه كبيره لحلومه زميته اكيد في الاخراج التقني كالعاده، زاده مريم التريكي في الاخراج الرقمي. سعيد جدا اليوم انكم موجودين معنا، زاده كيف سعيد بالمستمعين نتاعنا على موجات الإذاعة غاديو كابا فيم على 91.5 95.2 ولا 105.6. نبدأ زعما شنو باش يكون طقسنا لليوم. أهلا وسهلا بكم الناس كل في الميتيو. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فان الطقس اليوم الاحد يتميز بسحب قليله، بعد الطقس باش يكون مغيم جزئيا بعد الظهر باغلب المناطق. اما بالنسبه للحراره فهي في ارتفاع، باش تتراوح ما بين 24 و30 درجه، تصل حراره 33 درجه بجهه القيروان. اما في البحر يكون متموج في مضطرب، الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله، بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر وقرب السواحل. نعمل بكم طلع على درجات الحرارة واختلافها من بعد الظهر حتى لليل. دونك نبدأ في نابل، دونك درجات الحرارة صباح باش تكون بين 12 و24 درجة، سحب باش تكون قليلة، سحب قليلة زادة في تونس من 11 إلى 30 درجة، في بنزرت أقصى الشمال من 12 إلى 29 درجة، طقس زادة كيف سحب قليلة، في زغوين زادة طقس مستقر من 10 إلى 28 درجة، سليانة الولاية الشمال الغربي 9 إلى 29 درجة، في بجة نقاو 8 إلى 27 درجة، نقاو زادة في الكيف من 8 إلى 27 درجة. بعد نص نهار الطقس باش يكون مستقر في نابل، طقس يكون مغيم جزئيا من 12 حتى 24 درجة، في تونس نفس الدرجات ونفس الطقس يكون هو بيدو مغيم جزئيا من 11 إلى 30 درجة، في بنزرت الطقس يكون من 12 إلى 29 درجة، طقس في استقرار في أغلب الولايات، في بجة من 8 إلى 27 درجة، في واحدة من ولاية الشمال الغربي جندوبة من 9 إلى 29 درجة، الطقس يكون مغيم جزئيا من 8 إلى 27 درجة، الطقس مغيم جزئيا في المنستير الشريط الساحلي من 12 إلى 29 درجة، والطقس يكون مغيم جزئيا. أما الطقس يكون رياح قوية في صفاقس، درجة الحرارة تكون ما بين 14 و26 درجة. بالنسبة لبعض شقة الفطر للعباد اللي خارجة ولا تخرج تعمل قهوة، تخرج تعمل دورة سيغتو الليل الليل تمس. دونك نابل اليوم الطقس باش يكون في الليل في استقرار من 12 إلى 24 درجة، طقس باش يكون كيما هو مغيم جزئيا في بعض المناطق، لكن في تونس طقس درجة الحرارة باش تنقص شوية من 11 إلى 30 درجة، طقس يكون مغيم جزئيا، بنزرت من 12 إلى 29 درجة، طقس زادا كيف مغيم جزئيا، مغيم جزئيا زادا في باجة من 8 إلى 27 درجة، الكيف من 8 إلى 27 درجة، طقس يكون مغيم جزئيا في سلينا من 9 إلى 29 درجة، والطقس يكون مغيم جزئيا، وهكا تكون درجة الحرارة بالنسبة لنهار اليوم الأحد 24 مارس 2024. وهذه ميتيو. معكم تتسويت 8-9 دقائق، يوم سعيد لكل إنسان يكافح للأمانة، خطر خارج في الوقيت ذي نهار حد قصد ربي المصالح والأفريات، وربي معكم الناس الكل، ربي يكون في العون، وهذا كل في ميزان حسناتكم، خاصة في نهاية رفضيل كمن هذايا نهاية رمضان مبارك. مبروك سعيد على كل الأمة العربية والإسلامية ومستمعين زداء على وجه الخصوص. كابي كانت معكم للعشرة.